هل أنت راضي عن ما قام به الرئيس اليوم؟ قطعا الموقف إيجابي، يعني حضور وزراء معنيين بالإجابة. أنا بدي أناقش، تعبان إلي سنة سنتين وأنا بحضر بسؤالي كنائب وأجد أن الوزير مش موجود، هذا استهتار. بعدين لعلمك إجابة الوزير استفزت رئيس مجلس النواب أنه في أمور هامة أخرى. أنا بتصور أنه رفع الجلسة كان مهم ورسالة للحكومة، حضور جلسات والاهتمام بما يرد على رئيس النواب، هذا سؤال ومناقشة وممكن تحول سؤال لاستجواب ثم طرح الثقة بالحكومة. فلماذا الغياب؟ لا يجوز، هناك وزراء غابوا ولم يحضروا من شهور طويلة. نقدر نوصفها بأزمة جازمة، وبذكرك أن الحضور في الجلسة القادمة سيكون كامل بإذن الله. نقدر نوصفها بأزمة جديدة؟ لا، ليست أزمة بقدر ما هي موقف، موقف إيجابي يسجل الرئيس أنه رفع الجلسة احتجاجا لعدم حضور الوزراء. كثير ركزتوا في كتلة الإصلاح على مبدأين، أول شيء مناقشة ما في جواب من اللجنة القانونية على مراجعة الاتفاقيات، والشق الثاني على الجيش الشعبي. صحيح، شوف العدو الصهيوني أعلن الحرب على الأردن، والملك قالها إعلان حرب، تهجير إعلان حرب، وما يرتكب في فلسطين إعلان حرب، وإلغاء خارطة الأردن إعلان حرب، ونقل الولاية من الأوقاف لوزارة الأديان إعلان حرب، يهودية الدولة إعلان حرب على الأردن، صفقة القرن إعلان حرب على الأردن، التقسيم الزماني والمكان إعلان حرب على الأردن. كل هذه أسباب مش موجبة لإنهاء أي اتفاقية مع هذا العدو الصهيوني، ونحن نملك ذلك، ولذلك مطلبنا إلغاء الاتفاقيات مع العدو. ولعلمك ما بداش قراءة، إحنا ككتلة الإصلاح وأنت تعلم تقدمنا بمشروع قانون 65 نقطة مخالفة مخترقة. يا أخي ما بدي كل موحدة، بتعرف بالتوصية اللجنة نقرر إلغاء التصديق على معاهدة وادي عربة ونقطة. أما بعض جحوش الاستعمار اللي بيقولوا لا يلحق الضرر، وين الضرر بيلحقوا بالأردن؟ لو حولتوها للمحكمة لهاي الدولية، لو حولتوها لمحكمة لهاي الدولية لقالت كما قالت في الجدار العنصري اللي الأردن حولها لمجلس الأمن، ومجلس الأمن حولها إلى محكمة لهاي اللي كان فيها عضو في المحكمة عون الخصاونة، قالت أن الجدار العنصري عام 2004 يعتبر مخالف للقانون الدولي ويجب إزالته، فلماذا لا نكرر ذلك على الأقل؟ هذا مطلب، ولذلك لا مبرر لتأجيلها. أقول لك أحرج المجلس، يعني قرار تأجيل طويلة هذا إحراج للمجلس. يا أخي قول كلمتك، خلي أمام الرأي العام. الآن الرأي العام بمجموعه ترك الحكومة وترك المسؤولين وترك صلاحيات الحكومة بإلغاء الاتفاقيات، والآن تركيزه على مجلس النواب، فمن واجبنا أن نقول كلمتنا، ونحن ككتلة الإصلاح داعمين لإلغاء هذه الاتفاقية واتفاق. أقول لك أرجع على الله، الظاهر إحنا ما بنقرأ ما يتم، بس لقد أصدرنا قرار في المجلس السابق بمشروع قانون سندا للمادة 95 عدم استيراد الغاز من العدو الصهيوني بموجب المادة 95. شو بتعني؟ بتعني إنه يجب على مجلس الحكومة أن تتقدم بمشروع لدى مجلس النواب في نفس الدورة أو الدورة التي تليها. هلا من المجلس الماضي لغاية الآن لم يتقدم، وهذا مخالف للنص الدستوري، يعني لسنا بحاجة إلى اتخاذ أي إجراء. وأيضا اتفاقية الغاز، صدر قرار عن مجلس النواب 18 بأن اتفاقيات الغاز باطلة وعدم الأخذ فيها. أما اللجوء إلى المحكمة الدستورية فقال وقت رئيس المجلس سواء لجأتوا للمحكمة الدستورية أو لم تلجأوا، إحنا كمجلس نواب نرفض اتفاقية الغاز. طيب فيها قرارات، لماذا لا تنفذ هذه القرارات؟ وبالتالي يعني أنا باعتقادي مطلبنا مشروع وحق، ويجب على اللجنة أن تقوم بواجبها. وأقول لك كمان بالنظام الداخلي، إذا اللجنة تأخرت في أي مشروع يحق للمكتب التنفيذي أن يطلب منها إحالة الموضوع فورا. الجيش الشعبي البعض يقول أنه غير دستوري. إيش هو غير دستوري؟ الجيش الشعبي. لا كيف غير دستوري؟ إحنا عندنا قانون الوطني الشعبي موجود، هذا فقط الحكومة حجتها أنه ما فيش أرصدة. خصصوا لي في قانون الموازنة الآن صندوق يخصص وخلي الشعب هم يتبرعوا له فيه 60-70-90 مليون، بقول مكلف. هذه أقول لك المتقاعدين العسكريين استدعوهم
دورة لمدة شهر أنا بقول لك أنا موافق على الأقل. وهذا رديف قوي، أنا بدي سند لقواتنا المسلحة. أنا اليوم جبهتنا الشمالية اليوم تتعرض مش قصة مخدرات، قصة مؤسس تنظيم ونظام يسعى إلى هدم الدولة الأردنية والإضرار بالدولة الأردنية، فكان يجب أن نحمي جيشنا. بتشارك فيه؟ سند. بتشارك فيه لو أنا كنت في الجيش الشعبي، أنا من شارك في الجيش الشعبي، وإذا بدك بفرجيك صوري وأنا بالجيش الشعبي بال91 وقت العراق شاركنا ونفتخر، وبحط صوري على صفحتي بالجيش الشعبي. ولا أجمل أن تشارك في الجيش الشعبي وأن تجيد حمل السلاح، العدو الصيني كلهم المغتصبين هذا برجال ونساء ويحملون السلاح، ولذلك هذا مهم، هذا واجب وطني، نقدم دعم أخواننا رجال القوات المسلحة البطلة اللي قادوا معارك التحرير، قادوا معركة الكرامة، وقالوا هذا جيشنا البطل اللي نعتزه، واحنا قلقين اليوم لما يجري على الساحة الشمالية، لأنه هذا عمل مخطط ليس فقط كما قلت لك مخدرات، القضية تمس أمن الأردن واستقراره، وهذا يحتاج إلى وحدة صفنا وجمع كلمتنا، وأكون على قلب رجل واحد في مواجهة المشروع الصهيوني ومواجهة الإمارات الأمريكية. ما يبث العدو الصهيوني اليوم من خزعبلات وأكاذيب هو تمس الدولة الأردنية، ويجب أن نتصدى إليها. وأنا بقول أن الإعلام الرسمي والخاص يجب أن يرتقي إلى مستوى الحدث، وأن يرد على كل الافتراءات التي يقوم بها العدو الصهيوني ويستهدف فيها الأردن، لأن الأردن له مواقف صلبة أقلقت العدو الصهيوني.